صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية بهالنهار الجديد. عم نطلع عليكم وين ما كنتم عم بتتابعونا من عاصمة دمشق، العاصمة عاصمة الياسمين. اليوم مشوار جديد ومحطات جديدة أكيد مع ضيوف متنوعين. عم نحاول كل يوم نسلط الضوء على أكثر وأغلب الفعاليات يلي عم تصير بدمشق وبالمحافظات السورية. ومثل كل يوم قبل ما نبدأ صباحنا، تحيتنا الأولى لأبطال الجيش العربي، حراس وصناع الأمان في سوريا. وأكيد بدي صبح عليك الفرح. يسعد صباحك. يسعد صباحك سلمى، وأكيد نصبح على جميع مشاهدي الأخبارية السورية. إن شاء الله اليوم بيكون حامل معه كل الخير والبركة والأمان. أكيد سلمى دائما بهمة أبطال الجيش العربي السوري المنتشرين على كامل أرض سوريا. اليوم بدنا نتوقف عند محطات عديدة وفقرات وضيوف من مختلف المجالات. رح نكون كمان برحلة ثقافية جديدة وأخبار من سوريا ومن كافة البلدان أكيد بتهمكم. وهلأ خلونا نبقى مع فاصل صغير ونبقى بمحطات صباحنا غير. أما هلا فرح أولى محطتنا لليوم مع مجموعة من المعلومات الغريبة والطريفة واللي يمكن كثير مننا ما بيعرفوها. خلينا نتابع هالمعلومات بهالتعلم. معلومات كثيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم بأنه أول إنسان حول الطيران هو من أصل عربي وهو عباس بن فرناس؟ وهل تعلم بأنه آلة الأسترلاب آلة فلكية لقياس ارتفاع الكواكب؟ وهل تعلم بأنه أول حيوان سار على قدميه في التاريخ هو الديناصور؟ وهل تعلم بأنه ضوء الشمس يصل إلى الأرض في 8 دقائق؟ وأخيراً هل تعلم بأن الرازي هو أول من استخدم الخيوط في العمليات الجراحية؟ رح نبدأ سلمى مع مجموعة من الأخبار المروعة مثل ما تعودنا، والبداية لليوم مع خبر يمكن كتير بالفترة الأخيرة تناقلوا العالم، وهو بعض الحيوانات البرية المعرضة للانقراض. فصندوق العالمي للحياة البرية أثبت أن ثلثي الحيوانات هو معرض للانقراض بحلول العام 2020. نعم فرح، بيقول الخبر أنه الحياة الباحث في الحياة البرية مارتن تايلر قال أنه الإنسان المتسبب الرئيسي لهي الدرجة أو لهي الموجة يلي أصابت عدد من الحيوانات. وبحسب التقرير فإن أسباب الانقراض السريع تعود لفقدان الحيوانات مواطنها واستغلال المفرط للموارد والتلوث والتغير المناخي، وهذه أسوأ خسارة من نوعها للأجسام المائية والبحيرات والأنهار منذ عام 1970، واللي انخفض تعداد أصنافها بنسبة 81%، أي ما يقارب 4% كل عام. يعني فرح من جديد عم نشوف مرة تانية مخاطر يمكن عدم التقيد بالحفاظ على البيئة. حيوانات مهددة بالانقراض، يمكن المساحة المائية أيضا مهددة بأنه يقل خلال الأعوام القادمة، وهذا كله بسبب التلوث وانتشار يمكن مظاهر، خلينا نقول الإفراط باستخدام بعض المعامل اللي يمكن هلأ صارت عم تنتج كتير ملوثات للبيئة. مو بس هيك سلمى، يمكن كمان الصيد الجائر
كثير من الأماكن كمان عم بيسبب لخسارتنا لأنواع كبيرة من الحيوانات، ولكن تبقى كثير يمكن محاولات لحماية هي الأنواع ويمكن وضعها بمحميات خاصة لإلها. فما بعرف قدي مهم أنه نحن ما نوصل لهي الدرجة بأي بقعة من العالم، يعني لحتى نبلش بنحمي هي الحيوانات ونحمي هي الأنواع حتى. أكيد فرح، لأنه بالنهاية البيئة أو عناصر البيئة الطبيعية كلها هي وحدة متكاملة، خسارة أي جزء منها رح تأثر على الجزء الثاني. أكيد من عالم البيئة وعالم الحيوانات المهددة بالانقراض رح نروح لعالم التكنولوجيا. وسلمى، أكيد شركة مايكروسوفت يلي باختراع جديد شاشة لمس 28 بوصة، طبعا هي أنحف شاشة لمس بكل أنحاء العالم، وهي الشاشة مخصصة للرسامين والفنانين، وبحسب أنه يكون الكمبيوتر الكل فيه واحد. خلونا نتابع مع بعض بالكليب التالي. فرح، من عالم التكنولوجيا والاختراعات الحديثة رح نبقى أيضا بشيء جديد، وهو بروسيا وغواصة أظهرتها بمدينة بيتروسبورغ الروسية لأحدث غواصة تدعى فيلكي نوغوفورد، وهي من سلسلة الغواصات فائقي التخفي لأسطول البحر الأسود. خلينا نروح سوا لنشوف مشاهد من تدشين هاي الغواصة ونرجع. ومنرجع أكيد سلمى لمحبي الحيوانات والحيوانات المهددة بالانقراض، لكن هي المرة عم نحكي عن أسلوب جديد لحمايتهم. فاحتفلت حديقة الحيوانات في إحدى المدن التشيكية بولادة وحيد قرن أسود شرقي، وهو ثالث وحيد قرن من هذه السلالة المهددة بالانقراض يولد في هذه الحديقة. يذكر أن عدد وحيد القرن من هذه السلالة لا يتجاوز 800.
أما هلأ فرح وبعد جولة الأخبار المنوعة حول العالم حروح سوا لنقلب برزنامة التاريخ ونتعرف على أبرز الأحداث يلي شكلت حكاية هذا اليوم بالتقرير التالي. لكل يوم أحدثه وأخباره، منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1864 إنشاء مدينة هيلينا بمونتانا، وفي عام 1928 بدأ أول بث تلفزيوني في المملكة المتحدة. في عام 1948 ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة قرية عيلينون بفلسطين. وفي عام 2012 إعصار ساندي يضرب الولايات المتحدة وكندا الشرقية. من أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1895 الطبيب الألماني جراهارد دوماك، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1939. وفي عام 1900 العالم الفنلندي في مجال الفيزيولوجيا العصبية راني رار جرانيت، وعالم الفيزياء الألماني تيودور هانش عام 1941. من أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1626 عالم الرياضيات الهولندي ويلبرود سينيلوس، وعالم الفيزياء التجريبية الألماني غوستاف هيرتز عام 1975. صباحنا للسب أوله، ويمكن سوا نشط خلال ساعات القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. بكل يوم في شخصية جديدة نتعرف سوا على أبرز محطات حياتها وحالاتها الإبداعية. هي الحالة يمكن يلي بتترك بصمتها وبتترك أثرها على عبر التاريخ. خلونا نتابع سوا من شخصيتنا لليوم بالتقرير التالي. جراهارد دوماك عالم أمراض وأحياء دقيقة ألماني، اكتشف سولفاناميدو كرايسودين أول مضاد حيوي. ولد دوماك في مقاطعة براندنبورغ، درس الطب في جامعة كيل، وبعد الحرب عاد إلى دراسته وتخرج، ثم عمل بجامعة كرايفسفيلد حيث أجرى أبحاثاً على العدوى ذات المنشأ البكتيري. عين دوماك مديراً لمعهد باير لعلم الأمراض والأحياء الدقيقة، واستكمل دراساته العلمية المبنية على أبحاث باول لاستخدام الأصباغ كمضادات حيوية. وفي سنة 1939 فاز دوماك بجائزة نوبل في الطب، وذلك تقديراً لاكتشافه أول عقار فعال ضد العدوى البكتيرية. في عام 1964 تحول دوماك إلى دراسة الدرن والعلاج الكيماوي ضد السرطان، ليكون 24 من نيسان من عام 1964 نهاية مسيرة علمية كان لها أثرها في عالم الطب والعلاج. أما هلا فرح نروح لمدينة أجلاء الرياضية يلي شهدت مبارح انطلاق المعرض التخصصي الأول لفرص العمل والتوظيف اللي إقامته شركة مسار للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع عدة شركات أخرى من شركة MTN وسرياتيل. خلينا نتابع تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. أطلقت شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات معرض التوظيف وفرص العمل جوبكس في صالة الجلاء بالمزة برعاية شركة سرياتيل والجامعة العربية الدولية، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وبشراكة استراتيجية مع شركة MTN. أوجدت فرص وبعدين سهلت على الشركة، على المؤسسة اللي بدها موظفين، وسهلت على الشباب اللي بدها تتوظف. فهون ممكن يتوجهوا للمعرض وبالتالي يطرحوا مهاراتهم والسي في تبعهم، والشركة حسب حاجتها وحسب استيعابها ممكن تتصل فيهم وتبلغهم وتاخذ يعني حاجتها منهم. فهي المسألة أنا مثل ما قلت إنه بالستاندات اللي زرتها والشركات اللي زرتها
يعني بعض الشركات طالبة 400 فرصة عمل، فهي المسألة رقم كتير كبير، وبالتالي يعني بتصور يعني هي المعارض بتقضي على البطالة وتقدم خدمة نوعية للشركة الطالبة وللموظف الطالب. المعرض بيوفر حوالي 150 فرصة عمل للشباب، بتتراوح الفرص ما بين يد عاملة ووظائف مهنية وإدارية. المعرض طبعا مثل ما خبرتك عن أيضا عنا كمان ضمن الفرص، في عنا فرص خاصة باليد العاملة معامل، في عنا ضمن المحافظات أيضا، ضمن دمشق، ضمن الساحل، ضمن مدينة حمص، في عنا مشاركات أيضا من مدينة حلب. المعرض مستمر 3 أيام من يوم السبت ليوم الاثنين 31 تشرين الأول. هي المشاركة اللي احنا بتجي ضمن مسؤولية ضمن البرنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة MTN سوريا، احنا من خلالها عم نقدر نأمن فرص عمل للشباب السوري، وبنفس الوقت عم نحاول نساهم ونساعد بموضوع تخفيف معدل البطالة بالسوق. طبعا احنا ما عم ناخذ الناس اللي عندها خبرة، بس اكيد خبرة مطلوبة وخصوصي للشواغر المتقدمة عندنا بالشركة، ولكن حتى كمان حديثي التخرج هن لهم مكان، عم ينضموا للقاعات البيانات، وحيتم التواصل معهم خلال الفترات الجاية لينضموا ليصيروا ضمن عائلة MTN. موجودين الشباب ليساعدوهم يختاروا الشواغر الصح اللي بتناسب مهاراتهم وخبراتهم. في نقطة كتير مهمة، انه نحن سيرياتيل الشركة الوطنية الوحيدة اللي بتستقبل او بتساعد الطلاب ليكفوا مستقبلهم المهني من دون ما تطلب خبرات، لانه نحن بنبني لهم هاي الخبرات، نحن بنعطيهم المهارات ليحققوا حلمهم بالمستقبل. طبعا مشاركتنا بالمعرض كان لها دور كتير كبير باستقطاب الكفاءات والكوادر الخريجين الجامعيين لتوفير فرص عمل لهم في مجموعات شركاتنا، بالإضافة لأنه نحن أكيد الفعاليات الاقتصادية أكيد لازم يكون لها دور بالمسؤولية الاجتماعية. هي نشر أي فكرة بشكل عام ضمن معارض مثل المعارض هي بتساعد على خلق فرص كتير حلوة، خاصة للخريجين الجدد أو حتى خريجين المعاهد، مش تكونوا كليات، خاصة بمهنة مثل مهنتنا الكل عنده فكرة كتير ضعيفة عن السيكوريتي اللي هي موضوع ثقافي بعدنا عم ننشرها بسوريا. المعرض يشكل فرصة للتشبيك بين حاجة الشركات والشباب الباحث عن فرصة توظيف. اتفق لأنه إن شاء الله في كتير فرص، لأنه كتير شاملة ما شاء الله، وكلها شركات ضخمة يعني مناسبة لدراساتي. يعني عكذا شركة بالصناعات الميكانيكية، أي شيء بده هندسة ميكانيك قدمت السي في عليه في مجالي. يعني كيف شفت المعرض بشكل عام؟ هل فعلا ممكن اللي بيجي لهون كشاب أنه يلاقي فرصة؟ جيد جدا وأحسن من المتوقع كمان. هو فرصة ينتظرها الكثيرون من الطامحين لحجز مكانهم في سوق العمل. يعني سلمى، بعد ما تابعنا أجواء المعرض التخصصي للتوظيف وفرص العمل، أكيد بصيرنا نرحب معنا بالاستوديو نهى شويحنة مدربة التنمية البشرية، وأيضا الأستاذ مهند توتنجي من القائمين على فريق سوريا تجمعنا لحتى نتعرف أكثر على المعرض اللي عم نحكي أكيد عن 1500 فرصة عمل. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. بالبداية مدام نهى، خلينا نبلش ونحكي كيف كانت مشاركتكم مبارح، كيف شفتوا أجواء المعرض والشباب اللي كانوا متواجدين؟ الحقيقة لما بتشوفي الشباب كيف مندفع على المعارض وعلى الستاندات وعم يقدموا سيرتهم الذاتية، بتحسي إني قديه نحن بحاجة مو لنعمل لهم هالمعرض هاد، لننظم لهم عدة معارض ليحسوا، ونرجع منقول إن نحن موجودين قريبين من أحدهم لهالشباب هاي. فبتلاقي إقبال، كان كتير الإقبال، يعني أنا ما توقعت أبدا حجم الطلاب اللي كانوا عم يقدموا لفرص العمل. نعم. يعني حضرتك مدام نهى عم نحكي عن مديرة موارد بشرية، يعني اليوم 1500 فرصة عمل هو رقم كتير كبير، لكن أكيد بيكون ممكن في إشكاليات، في عقبات ممكن تواجهكم، فخبرونا أكثر. هلا أكثر نقطة إن نحن اليوم مثل ما قلتي في فرص عمل، ولكن خلينا نقول لما كانوا يجوا يقدموا على فرصة العمل شو اللي مشاكل اللي كنا نحن عم نشوفها. هلا أول مشكلة نحن الأول فرص العمل متنوعة، هندسات، إدارة، عمال، متنوعة الفرصة. ولكن بتزعلي، يعني نحن دائما بنوجه، كنا من حلقاتنا السابقة يا جماعة الكمبيوتر والإنجليزي
بيجي يقدم سي فيتك، عندك كمبيوتر؟ ما كتير. طيب تعرف اكسل، تعرف وورد، تعرف باوربوينت؟ لسه ماشي الحال. نسبة منيحة يعني من الطلاب. نفس الشيء بالنسبة كيف مستواك باللغة الإنجليزية؟ وسط. طيب كيف أنت بدك تقدم لقطاع خاص؟ يلي هو أول شيء بالنسبة له رح يطلع هالمهارتين الأساسيات اللي حكينا فيها، فبتلاقي كتير كبير بهذا الموضوع. بيجوا مهندسين، عندك إدارة مشاريع، عندك شهادة حضور بمعهد تدريبي لشهادة البي ام بي؟ لا. عندك بتشتغل على الام اس بروجيكت؟ لا. بتشتغل على هذا البرنامج؟ لا. طب انت طالب هندسة تخرجت وصرت بسوق العمل، هذا الشيء اللي احنا حكيناه دائما بتلاقي بواقع سوق العمل الفجوة ما بين مهارات الطلاب والفجوة ما بين متطلبات سوق العمل. وهي الفجوة كتير كبيرة، والحقيقة انا بقول يعني اليوم اني لازم خاصة طلاب الهندسة يكون دور وزارة التعليم العالي بفرض مناهج. بتمنى عن طريق القناة توصل هالرسالة مرتبطة بإدارة المشاريع، لأن بالنهاية أنتم عم تطلبوا منهم مشاريع ليتخرجوا. بتلاقي كفاءات الطلاب الخريجين اللي عم يقدموا لسوق العمل كلياتهم لا يملكوا هالكفاءة هاي، وهي أول كفاءة وأساس كفاءة دخول سوق العمل. فبالنسبة كمان في عنا اختصاص فنون جميلة، كتير انبسطت لما شفت اني في طلاب الفنون الجميلة عم يتقدموا. اللي ما لقيته مشارك بالمعرض الحقيقة هو كان ما بعرف ليه السبب، هو المدارس او الجهات العلمية. يعني المتخرج تربية وعلم نفس وين بده يلاقي فرصة عمل؟ لما يجي لعنا نطلع هيك اني ما في ولا ستاند لأي جهة تربوية مشاركة بالمعرض. فالمفروض اني المعرض اكيد نحن في عنا شواغر بالمدارس، المعرض لازم كمان يجمع جهات تربوية لحتى تغطي كافة الاختصاصات. فلما يجي فنون جميلة تعرف تشتغل على جرافيك ديزاين، على الإلستريتر، هدول البرامج الأساسية اللي بتستخدم؟ لا لا لا. فأنت كيف فأنت اليوم من واقع سوق العمل تتفاجئي أني أوكي أنا بعرف أشتغل بهدول المواد اللي درستها بالجامعة الأكاديمية. فأنا عن جد بطلب من وزارة التعليم أني تشوف المواد المهارات اللي حكينا فيها سابقا. اليوم ما بيصير طالب فنون جميلة ما يتمكن من الجرافيك ديزاين والإلستريتر ومهارات الكمبيوتر المتعلقة بالجرافيك ديزاين. اليوم مهندسين مفروض ما يتخرجوا إلا يكونوا عندهم مهارات الام اس بروجكت. اليوم ليه نحن لحد الآن، نحن في عصر التكنولوجيا وفي عصر التطور العلمي، لحد الآن عم نواجه بسوق العمل هالضعف الكتير كبير؟ على مين عند مين المسؤولية بتكون؟ يعني اليوم الطلاب مو زنبون، أنا بقول مو زنبون، يعني اليوم اللي طور حاله قدرنا ناخد سيفيته. يعني نحن خلال السيفيات خلينا نقول أن هذا منشوفه منيح بريزنتابل وعنده مهارات، فورا عم نحط إشارة أن هذا للمقابلة. فهنا يعني نحن عم نغربل ونحن واقفين. فللأسف هي الغربلة واللي نحن دايما بنحكي فيها للطلاب، أو حالكم سوق العمل ضخ المصارف، اختصاص المصارف، المعاهد المصارف المالية ضخ كتير هائل. طب نحن هذا الضخ الهائل بتتفاجئ بنوك ما لها مشاركة، كان في يمكن كان بنك أو مشارك. يعني نسبة البنوك بالنسبة للقطاع الخاص كتير مشاركتهم قليلة. طب اليوم هن هذا الاختصاص، فنحن لما رح نحكي عن سوق العمل لازم يمكن يكون في نوع من مشاركة أكبر للشركات من كافة الاختصاصات، سواء تربوية، قطاع مصارف، قطاع، لأن اليوم نحن هالشريحة هاي اللي عم تستهدف سوق العمل عندها أمل. أوكي نحن أنا مستعد أشتغل أي شغل ماله باختصاصي. تلاقي طلاب طب بشري عم يقدموا لاختصاصات غير اختصاصهم. بالعكس أنا بحيهم أني هن عم يقدروا يطوروا مهاراتهم، ونحن عم نحاول أني نساعدهم لهالشباب هاي. بس قدي مهما يكون الفرص إن شاء الله يا رب. بس أنا كتير متفائلة رغم كل هالشي اللي حكينا للأسف أني بالفجوة، ولكن اليوم نحن بقول لك في كتير طلاب إن شاء الله وخريجين لهم فرصة للتوظيف. نعم إن شاء الله يا رب. أستاذ مهند خلينا نحكي كمان عن مشاركة جمعية سوريا بتجمعنا. يعني المعرض مثل ما بنعرف هو للتوظيف، فجمعية تطوعية، شو كانت مشاركتكم بالمعرض؟ يسعد صباحك. العمل التطوعي هو فكر إنساني، حاجات بيلبي حاجات المجتمع. متطوعي سوريا بتجمعنا همتهم عالية باتجاه قضايا بلدهم. مشكورة شركة مسارات إنه كنا قدرنا نتواجد ونكون جزء من هذا المعرض. استقطاب الشباب اللي جاي بكل همة ونشاط ليلاقي فرص عمل كان واحد من أهداف الجمعية، إنه الوصول لأكبر شريحة من الشباب
اللي بيقدر يمنح جزء من وقته خارج أوقات عمله بما لا يؤثر على نجاحه وحياته لإكمال هذا النجاح بالانتساب للعمل التطوعي. بسبب ظروف الأزمة نشأت عدة فرق تطوعية وجمعيات لخدمة مجتمعها وتلبية احتياجاته ودعمه. كان وجودنا بالمعرض وإن شاء الله دائما موجود دائما متواجدين بيقدم خدمة التعريف لأهمية العمل التطوعي لجيل الشباب اللي وصل للمعرض. المعرض كان في مبارح ما شفت إحصائيات دقيقة بس في حوالي 15,000 زائر كان بالأمس. هذا العدد نحن لما كنا عم نستقبل تفاجأنا بكم هائل من الشباب والشابات اللي يجوا لعنا على الستاند بدنا نتطوع شرحونا مستعدين نمنح جزء من وقتنا وين ممكن نقدر نخدم بلدنا. هلأ أنا عندي فراغ ممكن أتعين أو لقي فرصة عمل نتيجة دخولي على نتيجة زيارتي للمعرض، بس إذا ما لقيت فرصة فمعكم بعبي وقتي بطريقة صح. همة الشباب والصبايا كانت كثير حلوة. كان مبارح شفنا بعيونهم حماس. نتمنى أنه الغالبية يلاقوا فرصة عمل. اللي لقى فرصة مشكور عرض أنه يمنح جزء من وقته، واللي ما لقى فرصة قال أنه أنا معكم بعبي وقتي بشيء مفيد. طبعاً نحن توجهنا لخدمة مجتمعنا بلسم الجراح الجرحى والمصابين من سواء من الجيش العربي السوري أو من الإخوة المواطنين، الوصول لهم لتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم. شغلنا بيتضمن عدة فعاليات، في هلا فعالية قريبة هي تأمين كراسي متحركة لأبطال الجيش العربي السوري لجرحانا بواحدة من محافظات سورية. في مشروع قادم كمان في بلسمة الجراح لأخوتنا الجرحى أو مواساة أخوتنا الشهداء بالعيد مع أهل الشهيد، اللي هي إحدى فعاليات اللي بتنفذها جمعية بكل مناسبة عيد سواء كان عيد رأس السنة أو عيد فطر أو عيد الأضحى. بنكون معهم دائما في فعاليات بتقدم خدمات إنسانية للمتضرري هاي الأزمة القاسية اللي مر فيها مجتمعنا. يعني مثل ما عنوان الجمعية سوريا بتجمعنا عم تنفذوا هذا الشيء على أرض الواقع، مثل ما تفضلت وحكيت من بلسمة الجراح من الوقوف إلى جانب كان جرحى وأبطال الجيش العربي السوري، كان بكل مفصل لكم بصمة ولكم بريق اللي بنشوفه بعيون اللي شفناه بعيون الشباب والصبايا مبارح، رغم أنه هن جايين دوروا على فرصة عمل بس كله اعتبر انه وجودنا يعني، وهذا شيء كثير حفزنا انه وكنا كثير ممنونين بمشاركتنا بالمعرض، انه لقى انه انا لحلاقي شيء عبي وقتي فيه بطريقه صح. توفقت ولقيت فرصه عمل فانا وصلت لهدف للهدف الاول. زاد عندي وقت أو ما تأمنت فرصة العمل لقيت هدف بديل جيد وراقي. العمل التطوعي هو عمل إنساني راقي، كل ما زاد بأي مجتمع بيدل على سلامة السريرة الداخلية لأبنائه. نعم يعني سلمى، مثل ما تفضل الأستاذ مهند عم نحكي عن ناحية التطوع وعن ناحية يمكن استقطاب كم كبير من الشباب، لكن في ناحية كمان كتير مهمة مدام نهى خبرينا عنها، يعني الشخص لما بده يروح يسوق لنفسه ويكون ياخذ فرصة عمل يمكن تليق بمهاراته وتناسبه، كيف ممكن يسوق لهذا الشيء بطريقة ناجحة؟ هلا أول شيء نحن نتفاجأ مثلا إني وقت عم يعطوا السي في انك انت اليوم جاي على معرض فرص عمل مشاركه فيه كثير شركات، وين السي في؟ ما عندي سي في، ما عندي وسيره ذاتيه. طب كيف انا بنضطر نحن بنعطيهم طبعا ابلكيشن
نموذج يملوا معلوماتهم الأساسية. بس أنت اليوم أول شيء بدك تسوي لحالك بدك تعبر عن السي في تبعتك بطريقة لائقة. واليوم نحن في عنا إلنا الشهر القادم هو شهر الموارد البشرية، فيهم كتير الشباب يكتسبوا الفرصة أنهم يشاركوا في كيف كتابة السيرة الذاتية ومهارات الكتابة تبعتك. كمان هذا بالأمانة السورية للتنمية بعيادات العمل بجامعة دمشق، كمان هي نقطة كتير مهمة بتساعدهم للطلاب من شان أو الخريجين يكتبوا سيرتهم الذاتية. فحتى يسوقوا حالهم بدهم يعبروا، يعني اليوم طريقة حتى تقديمهم لنفسهم أني نحن المفروض أنك أنت عم تبحث عن فرصة عمل رح تأرجي الحماس. وفي يعني نسبة الحمد لله كتير منيحة مثل ما قال الأستاذ مهند، بريق الأمل يلي موجود بعيون الشباب بتفرحي فيه كتير، بتفرحي أنك كتير قريبة منهم. فهن أول شيء بدهم يكونوا بمظهر لائق معهم سي في، يطبعوا عدد هائل أو يطلبوا إيميل للشركة لحتى هن يراسلوها. فأكيد بس أنا بدي أقول لهم أني أكيد ما تفكروا الطلبات اللي تقدمت للمعرض رح يتم تجاهلها، لا، الطلبات اللي تمت للمعرض إن شاء الله كلها رح تكون أنا واثقة الشركات كلها أخذتها بعين الاعتبار ورح إن شاء الله يكون في فرص كتير كبيرة. بس هنن لازم مثل ما حكينا سابقا إن يشتغلوا على مهاراتهم، ويمكن حكينا بحلقات سابقة إن موضوع التطوع كتير موضوع مهم، لأن اليوم حكينا إن كيف بده ياخد الطالب مهارات أساسية قبل ما يتخرج أو تخرج. طب اليوم أنا تخرجت ما عندي فرصة عمل، فرصة التطوع كتير فرصة مهمة لحتى تساعده. حتى لاحظي قال لك أستاذ مهند عنا مشروع، مشروع طلعت كلمة مشروع، طب هذا المشروع معناته بده إدارة، معناته بده عمل، معناته في العمل بفريق، في مهارات معينة أكيد رح يكتسبها الخريج أو الطالب بالعمل التطوعي. أكيد نهى، كمان لاحظنا مبارح كان موجود قدام كل ستاند بالشركات اللي متواجدة كان في سيفيات موجودة، وكل واحد كان حاطة سيفي بطريقة معينة، كل شركة كانت حاطة سيفي بطريقة معينة، وكان في مستهدفة من الطلاب، يعني كانوا عم بيقولوا نحن أكيد فرص العمل دائما لذوي الخبرة والشهادات ولكن أيضا للطلاب. وهون كان في تشتت بين اللي موجودين أنه أنا طب كطالب شو ممكن حط بهذا السيفي. خلينا نعطي لمحة شوي للطالب اللي بده يخلي يقول يشترك بوظيفة أو يقدم على وظيفة هي فترة تدريب، شو لازم يحط؟ لأنه المعرض لساته مستمر وفي طلاب عم بيزوروا وعم بيشوفوا. أكيد أكيد. هلأ نحن بالنسبة للطلاب أول شيء بده يحط معدله الجامعي، لأن اليوم كنا نسألهم امبارح مرقوا طلاب من هندسة التحكم والأتمتة الصناعية كتير كانوا سعيدين إني في شركات رح تستقبلهم، ونحن وعدناهم إني رح نستقبلهم كتدريب، حتى لو ما كان في فرصة توظيف أكيد كان كم هائل أن يكون في توظيف. فالتدريب التدريب اليوم الشركات بالفعل سلمى نوهتي لنقطة، الطالب اليوم أنا اليوم طالب شو بدي أكتب؟ بدك تكتب مشاريعك اللي اشتغلت أثناء الدراسة. أكيد ما في واحد من الطلاب إذا عم نحكي عن هندسات أو إدارة ما سلم مشروع، فبدك تحكي عن مشروعك، عن الأعمال اللي قمت فيها، عن المهارات اللي تملكها. يعني أنت اليوم بدك تقول أنا بملك مهارة التواصل، مهارة العمل بفريق، مهارات الأساسية. يعني خلينا يركزوا كطلاب على معدلهم الجامعي، وخاصة إذا كان معدلهم الجامعي لأن هو رح يعطيهم الميزة التنافسية، على مهارات الكمبيوتر، مهارات اللغة، ومهاراتهم الإدارية. يعني مهاراتهم الحياة اليومية، هي المهارات هي رح يكتبها بالسي في، لأن أكيد ما عنده لسه فرصة عمل. فأنا اليوم كطلاب كيف بدي ميز بيناتهم؟ لما بشوف واحد عنده مستوى جيد باللغة والكمبيوتر والمهارات أكيد له ميزة أكثر من غيره. يعني مدام نهى تقريبا عم نلتقي بحضرتك الأسبوع، عم نشوف يمكن شو في نصائح ممكن للشباب كيف عم يقدروا ياخذوا فرصة عمل ويكونوا على قدر المسؤولية. نحن كتير بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، وأكيد نشكرك أستاذ مهند كتير الشكر. ويمكن أي بصمة لدعم الشباب هي بصمة حقيقية بيمكن ظل كل هاي الظروف اللي عم بنعيش فيها. شكرا لكم، شكرا لكم. نتمنى أكيد لكل اللي راحوا وقدموا أنه يكون في إلون أكيد فرصة عمل بالسوق، هذا الهدف الأول، ويسوقوا مهاراتهم أكيد دائما نطالبهم. شكرا لوجودك أستاذ، شكرا لكم. أما هلأ فرح نروح للطبيعة، الطبيعة والبيئة اللي هي يمكن فيها منتوجات كتير من حياتنا بتغير حياتنا وأيضا بتساهم بتسهيل هالحياة. رح نروح سوا لبنياس، تقرير عن استخراج ومراحل استخراج الزيتون وزيت الزيتون بالتقرير التالي، خلينا نتابع. يا بلادي
القدر رزقك بواب محروس بعين القدرة تبقى القدرة قدرة يا بلادي قدرة رزقك بواب محروس بعين القدرة تبقى القدرة. من رحم الطبيعة السورية تخلق آلاف الثمار المباركة في كل عام لتشكل الأرياف بمختلف المحافظات وخاصة الساحلية منها كنز المزارعين وقوت الفقراء والأغنياء. من هنا وتحديدا من هذا المكان تبدأ عملية خلية عمل جديدة لإنتاج ذاك المذاق الشهي والمكون الأساسي في أطباق أغلب السوريين، حيث تحتاج ثمار الزيتون إلى عملية تحويل أو تكرير لاستخراج الزيت منها، وتخضع عملية التكرير لعدة مراحل وعمليات تطورت عبر الزمن، إلا أن مكبس الزيتون القابع في مدينة بانياس يعد أقدم الوسائل المستخدمة في محافظة طرطوس. الزيت مثل ما رومين عصر من الزيتون عم يبقى على أساسه، ما عم نغير فيه أي شيء ولا ما يتعرض على حرارة، ما يضل طعمته، يعني كأنك جايب عن الشجرة عم تأكل زيتون عن الشجرة، نفس الشيء. هذا الزيتون اللي محطوط بالكياس هون هذا للمزارعين، فبالبداية بيكون هذه جورة بنفضي هون اسمها هذه الغسالة بعد الوزن على القبان، هون بيتغسل الزيتون بينزل على جورة ثانية إضافية ومنها إلى الكسارة حتى ينطحن الزيتون. هيدا شفاط لواء، هذا بيسحب الورق للخارج لخارج المكبس عشان ما يضل الزيتون فيه اي شوائب ورقيه وغيرها. هي جرد الكساره بتنتقل من هذه المرحله عبر هذا الحلزون للكساره لفوق حتى ينطحن هذا الزيتون ويصير عباره عن عشو اسمه، حتى المراحل الثانيه يتسطر على خواص ليصير زيت. هلا نحن طلعنا من مرحلة الخلط واللي هو ليك عم بيسطرن على الخواص، هدول القطع الدائرية هذه اسمها خواص، هي فهيك بيتعبى العجو الزيتون، فتسطير هذه اسمها طبلية بالأحرى أو قامة، فهذه بدها تسطر تنتلي إلى تنتلي على عالية وبعدين تروح على مرحلة الضغط. فمن هون هلا القيام بعملية الفرز الزيت عن المي أو عن المهل أو أي شوائب جاية ثانية، فهي بدها تطلع لهون هاي الفرز. يعني هلا هون بيتم الفرز عن طريق هي بيتم الفرز عن هذه الفرازة، هي اسمها الفرازة، هون عم بيتم الفرز، فيك تصور لك الزيت عم يطلع هون. هاي مرحلة الفرز وتصفية الزيت، يعني هون بيطلع معك الزيت الصافي على آخر بقى، يعني هون لسه مي فوق بدها شوي حتى يتنقى كلياته وبيطلع كل شيء فيها زيت، بيطلع هون بهذا الحوض وبعدين بنحط له اياهم لصاحب الزيت بالبيدونات ونبعثهم الى المنزل. تمتاز الطريقة القديمة بإنتاج كل ما هو أصيل لتعتمد على استخراج الزيت بوضعه البارد دون تعريضه نهائيا للحرارة، والذي يعتبر السر الكامن وراء جودة الطعم والحفاظ عليه عند التخزين الطويل للزيت. هلا سلمى وصلنا لجولتنا الثقافية وأخبار من مختلف أنحاء العالم، والبداية رح تكون من لبنان حيث تم إعادة افتتاح الطابق السفلي للمتحف الوطني اللبناني بعد إغلاقه لعقود طويلة، وليكشف النقاب عن مجموعة تزيد على 500 قطعة أثرية لا تقدر بثمن. كما تم تخصيص مساحة الطابق السفلي لعرض عدد من القبور ما يوضح الطقوس الجنائزية والخاصة بالدفن، والتي يعود بعضها للقرنين الخامس والسادس الميلاديين. نتابع مع بعض. الفن الجنائي
الجائزة هو عبارة عن شو؟ عبارة عن نواويس، عن نصب مدفنية، عن وعليها كتابات، كتابات بالعربي أكيد، بس كمان باللاتيني، بالإغريقي، بالفينيقي، وكل هالكتابات بترمز للناس اللي عيشوا قبلنا على هالأرض. أهلا فرح، خبرنا التالي من مصر، وأعلن المتحف المصري عرضه قطعا أثرية ضبطت قبل تهريبها للخارج، وهي تشمل 400 قطعة أثرية تعرض ضمن المعرض الأول للمضبوطات الأثرية بالموانئ المصرية، والتي تم انتقاءها بين الفترة الزمنية الممتدة من عام 1986 وحتى عام 2016. يأتي المعرض بمناسبة مرور 30 عام على إنشاء الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية في أيلول عام 1986، وتشمل القطع الأثرية المعروضة حاليا قطع من العصر الفرعوني وأيضا اليوناني والإسلامي. خبرنا الأخير من بريطانيا سلمى، حيث أعلنت الجهات المسؤولة في بريطانيا عن اختفاء معلمها الأكثر شهرة في العالم، هو ساعة بيك بن والمعروفة باسم برج إليزابيث. إنه سيختفي لمدة 3 أعوام لخضوعه لأعمال الترميم. يذكر أنه قد بدأ عمل هذه الساعة في 3 تموز بعام 1859. فرحوا بعد هالجولة المنوعة من الأخبار الثقافية، حنروح مشاهدينا لفاصل صغير ونرجع لنكفي باقي محطات صباحنا غير لليوم. الفن مرآة الروح، يعكس كل تفاصيل الواقع بطريقة جمالية تختلف من فنان إلى آخر وتعكس إبداعاته. واليوم معرض الفن التشكيلي في جاليري مصطفى علي حمل عنوان خفق روح، منتابع تفاصيله سوا مع زميلتنا سالي شار. أكيد اللوحة هي بتعكس الحالة اللي نحن بنعيش فيها. بيقولوا إنه الفن هو كتابة لا شعورية للتاريخ، والشباب هون يعني منجزين أعمال كتير جميلة غاية بالروعة. طبعا بتتنوع بين تعبيري وتجريدي، في تصوير ضوئي، يعني متنوع الأعمال وجميلة كتير، وفعلا بتعبر عن هاي المرحلة. موضوع العمل بيحكي عن عجلة الموت والحياة، كان انه دائما ما بعد الموت حياه، دائما في حاله من الصراع. نحن هلا هي ما لها حاله موت بمعنى الموت الحقيقي،
الموت هو مرحلة بنمرق فيها وبنعبر وبنرجع بنكمل حياتنا من أول وجديد، ممكن نفسياً ممكن بإشكال صغير يصير معنا، بنحس نحن أنه نحن وصلنا للموت، بس بعده بنشد على حالنا وبنكمل نتابع حياتنا، دائماً في استمرار. بعرف كيف اخترت الألوان الأزرق والبنفسجي والرمادي وطلعت معي هي اللوحة بورتري، يعني أنا دائماً بحس أنه أنا حابة أرسم بورتري، دائماً بيطلع معي ألوان مختلفة، فهي اللحظة طلع معي هذا الشيء. مهلا فرحة، وبعد ما شفنا مشاهد من المعرض رح نحكي أكثر بتفاصيل عنه وأيضا عن رسالة الفن التشكيلي مع ضيفنا بالاستوديو الناقد والفنان التشكيلي أديب مخزون. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. يسعد صباحك. صباح الخير. هلا ببداية قبل ما نفوت أكثر بتفاصيل المعرض ونفوت قد يمكن كان مميز مثل ما شفنا بتقرير زميلتنا سالي، خلينا نحكي أول شيء عن الفن التشكيلي بشكل عام، قد يمكن بيعكس كل فنان من خلال لوحاته، بيعكس شخصيته وأيضا ممكن يعكس الواقع. نعم، هلا الفن التشكيلي طبعا كل فنان مفروض يبحث عن أسلوبه الخاص، لأنه نحن بنعرف أنه المدارس الفنية انتهت بأوروبا من العقد الأول، يعني من القرن العشرين. نعم. ما عاد في مدارس فنية، أصبحنا نحن نبحث عن أساليب. يعني أنا ما بيكفي أني أشوف معرض لفنان أو لوحة لفنان وأحكي عن الأسلوب، يجب أحكي عن الاتجاه أو المدرسة اللي بينتمي إليها، يجب أن أتحدث عن أسلوب كل فنان وبصمته الموجودة باللوحة. يعني كل فنان لوحته مفروض تعبر عنه بدون ما يحط توقيعه. نعم. يعني صياغته الأسلوبية. يعني. نعم، صياغته الأسلوبية وتكويناته هي اللي بتدل عن شخصيته. نعم. وهي اللي بنسميه نحن بالأسلوب. نعم. أسلوب كل فنان بيتميز عن الآخر. طيب أستاذ أديب، بما أن حضرتك عم تحكي عن أسلوب كل فنان يمكن بيقدر يتميز فيه عن الآخر، خلينا نحكي عن هي البصمة بالفن التشكيلي، كيف تشكلت بسوريا وشو الشيء المميز فيها؟ يمكن طبعا أنا كتبت مقالات عديدة وأنا بنتمي للصحافة الورقية المطبوعة من أكثر من 30 عاما، وعندي كتب ومؤلفات بهالمجال. هذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا، يعني أنه الأسلوب يعني ضروري يتوفر عند الفنان. أنت سألتيني عن الأسلوب. نعم. لأنه حتى يخرج الواحد من النمط الواقعي والنمط التقليدي والكلاسيكي يجب أن تكون له شخصية خاصة. إذا ما كان عنده شخصية خاصة بيبقى ضمن نطاق الهواة، يعني بيتحول الذي يعمل في إنتاج وإنجاز اللوحة وعرض اللوحة يتحول من الهاوي إلى المحترف عندما يجد ذاته في اللوحة وفي خطوطه وألوانه. نعم. خلينا نحكي شوي عن تفاصيل المعرض، شو هي يمكن أبرز العناوين يلي حملتها اللوحات، كيف كان الإقبال، خبرنا أكثر. نعم، هلا المعرض تضمن يعني شارك فيه حوالي 25 اسم من المشاركات والمشاركين، يعني نعم. معظمهم من الخريجين الجدد من كلية الفنون وبعضهم في السنة الأخيرة. ونحن أنا وعبد المعطي أبو زيد فنان معروف ومحمد العلبي كمان فنان معروف ودخلنا كضيوف شرف على المعرض. نعم، يعني شباب صغار. نعم. يمكن سلمى خريجين. نعم. وعم نشوف. نعم، وهذا الشيء طبعا خلق حوار بين الأجيال، يعني أنا بعتبر المعرض هو خلق هذا الحوار، يعني وكمان أثناء الحضور كان في فنانين معروفين
كبار يعني كمان ساهموا بإيجاد حوار بين أجيال. وطبعاً هالشيء هذا بينمي التجارب الجديدة وبيعطيها دفع خطوات إلى الأمام. نعم. طيب أستاذ أديب، خلينا نحكي، يمكن شفنا من خلال الصور اللي تم عرضها واللقطات المتواجدة اللي مع زميلتنا سار لي، شفنا نماذج متعددة من الفن، مو بس فن تشكيلي، كان في نحت، كان في تصوير ضوئي، كان في عدة أنواع من الفنون. هذا التواجد خلينا نقول للحالة الفنية بأشكالها المتنوعة، كيف أغنى الحوار بينكم وبين الشباب وأيضا بين الفنانين المشاركين؟ نعم، هذا سؤال تشكيلي بحت، يعني يتعلق بالنواحي التقنية والتشكيلية. المعرض طبعا تضمن نحت ورسم اللي هو بنسميه تصوير، وحفر، طباعة حفرية يعني، وفنون رقمية، يعني هاي منجزة بطرق بالوسائل الرقمية الحديثة الكمبيوتر. أنا شاركت بلوحة فيها امرأة وقوارب ورقية، واللوحة هاي بتشكل امتدادا لمعرض الذي أقمته منذ أشهر في صالة دار الأوبرا. والقوارب الورقية اللي أنا رسمت قوارب ورقية بخلفية اللوحة على خلفية تجريدية. القوارب الورقية هي بتعيدني لذكريات طفولتي على امتداد الشاطئ الرملي في طرطوس، لأنه أنا من طرطوس وبنتمي لألوان وبحر طرطوس. نعم، يعني عم نحكي اليوم عن لوحة حضرتك شاركت فيها وتفضلت وقلت انه هي يمكن امتداد للمعرض. خلينا نحكي عن معارضك السابقة يلي حضرتك شاركت فيها، يمكن شو اكثر معرض ترك اثر عندك واكثر لوحة لها خصوصية عندك؟ انا عم شارك يعني بمعرض الخريف السنوي. نعم. بشكل يعني هذا اهم معرض، اهم تظاهرة تشكيلية تقام في كل عام يعني. نعم. عندي مشاركات فيه، وطبعا كان اهم معرض لي هو بدار الأوبرا بالصيف الماضي، وعرضت 50 لوحة بقياسات مختلفة. نعم. وشك يعني المعرض كان بمثابة ذكريات لألي يعني، من بداياتي بطرطوس اللي هي القوارب الورقية، ووصولا إلى إقامتي الدمشقية. يعني أنا أكبر فترة من حياتي أقامتها في دمشق مدينة الياسمين، لذلك أنا جسدت الياسمين ببعض اللوحات. وكمان بقسم اللوحات جسدت عازفات على الآلات الموسيقية، لأنه أنا في علاقة مزمنة تربطني مع الموسيقى، وأنا بسمع موسيقى بشكل دائم. يعني أنا عم أرسم أو عم أكتب على الموسيقى، انطلاقا من مقولة لبوليكلي فنان عالمي معروف بيقول: من يرسم يجب أن يمتزج بالموسيقى. نعم. من يرسم أو يكتب يجب أن يمتزج بالموسيقى. وأنا بسمع موسيقى طبعا موسيقى أصيلة من الكبار، يعني فريد الأطرش، عبد الوهاب، يعني أنا هالموجات هاي جديدة ما أكيد. وبس كمان بدي أحكي عن أرشيفي الموسيقي. أنا كمان عندي أرشيف موسيقي كبير جدا، يعني عندي أكثر من 1000 أسطوانة لكل موسيقى الشعوب، يعني من الموسيقى الكلاسيكية من باخ أبو الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية، وصولا إلى الغناء في القرن العشرين سواء بالشرق سواء بالشرق أو بالغرب. فينا نقول يمكن هذا جزء من خلينا نقول شخصيتك الفنية. بدنا نتشكر وجودك طبعاً معنا الناقد والفنان التشكيلي أديب مخدوم، شكرا لوجودك معنا، وبنتمنى دائما رسالة الفن شكرا لكم على الاستضافة وشكرا للموجودين. شكرا. بدنا نتشكر حضرتك وبدنا نتمنى لك كل التوفيق ومزيد من المعارض والإبداع والحالة الفنية مع موسيقى أو بلا موسيقى. شكرا لك. شكرا. سوريا جنة الله على الأرض، تستحق منا كل محبة واهتمام، ومن غير أبنائها هم الأحق بإعمارها والعمل على إظهارها بأبهى حلة. لذلك أتت مبادرة فريق نادي خطى المغامرة السوري بمناسبة اليوم الوطني للبيئة كخطوة أولى، وهي حملة لتنظيف حديقة تشرين بدمشق وبرعاية من وزارة السياحة وبالتعاون أيضا مع وزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق. تفاصيل أوفى مع زميلتنا نيرمين عمار اللي تواجدت بالمكان. إذا
ما صار عندنا وعي بيئي ونظافة وكذا وهي هذا الشيء ما بيشد السياحة. يعني هلا هي شغلة نحن بنواجهها برحلنا وباستكشافنا، بتكوني ماشية بمناطق بتشوفي في أوساخ في كذا في هالقصص، هذا الشيء كثير لازم يهم المهم ينشغل عليه. يعني هلا نحن رح نحاول نشتغل بالتنظيف، وبعد ما نخلص بدنا نجمع الأولاد اللي رح يكونوا بالحديقة واعيا إنه ما لازم يكون أضرار كب زبالة بشكل يعني ما له مدروس او مو بالاماكن المخصصه لها. هلا هون ما بنقدر نحن نطالب الدوله كدوله تضل عم تشتغل، لان بالنهايه اذا ما وصلنا لثقافه اجتماعيه ما بتقدري تلحقي. قد ما الدوله بعثت عمال نظافه وناس تتابع الفكره، اذا ما صارت عندنا ثقافه عامه بالشعب ما رح نقدر نشتغلها. هذا الشيء اللي بنحاول نشتغل عليه هلا، ونشتغل على التوعيه البيئيه بهذا السياق. هي النشاطات اللي نحن بنعملها ممكن ترفع الوعي عند الزمرة الكبيرة اللي نحن مثل ما بتعرفي هي الشباب. هي التوعية نحن متى ما قدرنا ننقلها لشخص معين عم نقدر ننقلها لأشخاص التانيين. يعني أنت لما عم يكون في طالب عم تعطيه هي الفكرة عن التوعية الصحية وعن إنه نقدر نحن ما نكب القمامة عنا بالطريق أو بالشارع، فهذا عم ينقلها على بيته. أما هلا مشاهدينا فصار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار لنطلع سوا على آخر المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتي علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحكم سلمى وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجزين لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أحكمت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرتها الكاملة على مناطق تل الشعير ومدرسة المشاة وفافين ومعمل إسمنت المسلمية وكفر قارس وتلسوسين في ريف حلب الشمالي. وأكد مصدر عسكري أن المناطق التي تمت السيطرة عليها تمتد بجبهة 6 كيلومترات وعمق 14 كيلومترا، وأسفرت العمليات العسكرية عن تكبيد الإرهابيين الذي يتبع أغلبهم لتنظيم جبهة النصرة خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير عدد من آلياتهم. أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان استعداد سوريا لاستئناف الحوار السوري شريطة أن يعبر الجانب الآخر عن استعداده بهذا الشأن. وقالت الدكتورة شعبان في حديث لقناة روسيا 24 إن سوريا إضافة إلى الاستعداد للحوار تمضي في نهج مهم للغاية وهو المصالحة الوطنية، وقد تم بالفعل إحراز تقدم بهذا الشأن. في جديد مجازر النظام السعودي بحق الشعب اليمني قتل 43 يمنيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في غارة شنها طيران النظام السعودي على سجن مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة. ودعا مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة الحديدة السكان للتبرع بالدم من أجل إنقاذ الجرحى جراء هذه الجريمة للنظام السعودي. وفي مصر قتل 6 إرهابيين وتم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والمشتبه بتورطهم في عمليات إجرامية، وتم تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية خلال استكمال القوات المصرية عملية فرض السيطرة الكاملة على المدن والقرى في العريش ورفح والشيخ زويات شمال سيناء. العملية أسفرت أيضا عن تدمير مخزن يحتوي على براميل مواد متفجرة وعدد كبير من العبوات الناسفة. في خبرنا الأخير، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من عائلات موظفي قنصلياتها في اسطنبول مغادرة تركيا محذرة من وجود مجموعات متطرفة تحاول استهداف مواطنين أمريكيين. ويعد هذا التحذير الثاني من نوعه الذي تعممه الخارجية الأمريكية على مواطنيها في تركيا خلال أسبوع واحد، ما يعكس مخاوفها إزاء تزايد تهديدات التنظيمات الإرهابية وعجز نظام أردوغان عن حماية القنصلية الأمريكية. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك سلمى.
شكرا لك علا. مهلا مشاهدينا مستمرين ببرنامج صباحنا غير، ووصلنا لمحطتنا الاخيره وعندك فرح. اكيد سلمى، لما بيقولوا انه رسم الابتسامه ممكن يكون صعب وممكن يكون سهل، لكن فريق رجعت البسمه رجعوا قبل يتحدى كل الظروف يلي عم نعيشها لحتى يحقق هالبسمه على وجوه كتار ويحث كل مين غادر الوطن لحتى يرجع. حتى نحكي اكثر عن هي الحمله وشو هي الجهود والنشاطات المبذوله، بصيرنا اكيد نرحب بالشاب ادم. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد صباحكم وصباح الاخباريه وكل السوريين ان شاء الله. يسعد صباحك ادم. خلينا نحكي، رجعت البسمه رجعوا، هي الحمله اللي اطلقتوها هي عباره عن شو؟ تحكي لنا اكثر تفاصيل عنها. هلا هي رجعت البسمه رجعوا وبلشت بفكره. اول شيء اسمها كثير مميز لحتى نحكي عن الاسم. لك تسلمي لي يا رب، هذا من ذوقك ومن لطفك. هلا اسمي الفني هو ادم، انا خريج الجامعه الامريكيه. نعم. فانا ملتزم بالفن الغناء. فهذا الاسم الفني اسمه ادم، انا اخترته ليكون هيك اسم موسيقي. نعم. قريب للقلب كمان. ورجعت البسمه رجعوا هي فريق شبابي منتشر حول كل العالم. يعني عندنا نحن مدير مكتب بامريكا، نحن تفاجئنا بكثير ناس وكثير شباب، يعني برغم المواقف اللي هي واقفه دولهم ضد سوريا، فهن كانوا عم يتحملوا هالعبء هذا لحتى يبلشوا معنا. ورجعت البسمه رجعوا، رجعت البسمه رجعوا هي حمله عالميه اسمها رجعت البسمه. فانا قلت لهم انطلاقا من سوريا، لانه سوريا 7000 سنه بيلبق لها تبتسم بعد الشيء اللي صار فيها، وان شاء الله يا رب نحن على بواب فرح. رجعت البسمه هي وفريق بتشكر فيه طبعا مدير المكتب بامريكا هيلت كنجر وليزا، وبالسويد مايلوم وجيتليم وغريس، وبلبنان مدير اعمال الحمله هو سالم الحلو، رئيس رابطه مشجعين طبعا الانديه السوريه بلبنان، بوجه له تحيه، والشاب اسامه السلامات واديب اطباشي وكل المجموعه. يعني انا ما بدي ضايق حدا او ما بدي اذكر حدا وانسى حدا. نعم. بتشكر كل المجموعه لانه مجهود كثير كبير. يعني ورجعت البسمه رجعوا حوالي 36 دوله من حول العالم. نعم. يعني سلمى عم نحكي عن اسم، لما بس مجرد انه نحن نقرا فنحن بنحس انه قد ايه نحن بحاجه، انه يمكن كل العالم والاصدقاء وكل المعارف اللي سافروا لظروف ما حابين انهم يرجعوا. خبرنا اكثر شو هي الجهود، شو هي النشاطات اللي عم بتقوموا فيها. تماما. هلا نحن رجعت بس نرجعوا هي نشاطات فنيه. نعم. يعني مثل نشاط فني بحت، في عنا نشاطات تبني مواهب. دائما النشاط الفني لحتى تغيري شيء بتقصدي فيه الشباب، بتبدي فيه من الشباب. فعنا نحن حفلات خاصه بدمشق بخاصه بطلاب الجامعات لحتى نبلش بفكره رجعت بس نرجعوا. عنا فريقنا بلبنان الله يعطيه الف عافيه يا رب، صار له اكثر من 10 ايام. طبعا انا جاي لحالي اليوم لان يعني اجمالي الفريق الاداره هو بلبنان موجود مشان اقامه بهالحمله. عم تكون حمله توزيع عروض على الفنانين اللبنانيين، على السياسيين اللبنانيين باماكن بلبنان تعرضوا لمضايقات كثير كبيره. فبنشكر الناس اللي وقفت معهم لانه طلبوا مساعده وتم التلبيه الحمد لله. عم ننزل لنص الشوارع لحتى نقول لهم رجعت بس نرجعوا سوريا، بدنا نعكم نحن ترجعوا لارض الوطن. نحن اليوم سوريا بتتعمر بايد شبابها مثل ما قال السيد الرئيس الله يخلينا اياه، ونحن عم نبلش بهالفكره، عم ناسس تفكر. نحن بدنا الفكر اعاده الاعمار ثقافي واجتماعي وعلمي قبل ما يكون اعاده اعمار حجر، هذا بنتمناه وعم ناسس له ان شاء الله. اكيد. نعم. طيب ادم، خلينا نحكي باعتبار الحمله هي موجوده مو بس بسوريا، موجوده بالعالم كلياته، والمستهدف منها هو رجعه الناس اللي برا لبلدهم. قد ايه لعب مواقع التواصل الاجتماعي، قد ايه لعبت دور بايصال هي الرساله، وكيف استخدمتوها ضمن الحمله؟ هلا هي صراحه رجعت البسمه رجعوا هي اساسها السوشيال ميديا. يعني هي بلشت على الفيسبوك، صار لها تقريبا 10 ايام. يعني 10 ايام اخذت ميزه من الفيسبوك 3 نجوم بسبب الهاشتاج، انتشر بانتشار كثير كبير. يعني اليوم رجعت بس نرجعوا اخبار عم تنزل باخبار المانيا الاولى، على قناه الديول الالمانيه حكوا عنه، على قناه نسمه التونسيه. طبعا بوجه على نسمه التونسيه تحيه للاعلاميه والفنانه حنين ذوبيا، هي مديره مكتبنا هنيك، ومنال مجدي، انا كثير بوجه لهم تحيه لان كمان عم يتحملوا اعباء هنيك وضغوط بسبب الحمله. فهي اليوم السوشيال ميديا والفيسبوك هو اساس التواصل الاجتماعي. هو يعني ان احنا لما اليوم نحكي انت فيسبوك، نحكي على الفيسبوك انه تواصل ممكن يجمع لك اكثر من حدا بدقيقه واحده من دوله. يعني احنا بنتواصل اليوم على السوشيال ميديا، نتواصل من دمشق طبعا قلب العرب النابض لامريكا لتونس. امبارح كان عندنا اجتماع على السوشيال ميديا، يعني طرحنا افكار وتواصلنا حتى وتبادلنا الاراء، وبعثنا حتى مقاطع فيديو مشان المونتاج العمل القادم عن طريق السوشيال ميديا. عم يكون في سهوله جدا بالتعامل، سهوله جدا بالتوصل وبالوصول للفكره، واكبر عدد من الشباب.
يعني اليوم الهاشتاج ورجعت البسمة رجعوا حصل تقريبا شيء 150 ألف لايك، يعني 150 ألف لايك على مجموع الحملة اللي هي ما بيتجاوزوا ال 15 فكرة أو فيديو. نعم، يعني شيء كتير حلو لما بيكونوا كل الشباب متحمسين ولما بيكونوا يمكن جاهزين إنهم يعملوا شيء. مثل ما تفضلت وحكيت إنه مواقع التواصل الاجتماعي يمكن هي اليوم هي الطريقة يمكن الأكثر انتشار. بعد تحضيراتكم بلبنان خبرنا أكثر عن الحفل بجامعة دمشق. حفل بجامعة دمشق، هلا بشكر كل الناس اللي واقفة معي بهالحفل هون، يعني عم لاقي فيه سهولة كتير بالتعامل وبالوصول للناس. بشكر الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، عم تم التواصل معه والسهولة جدا، يعني عم يقول لي أي شيء لسوريا نحن بدنا إياه ترجع البسمة لسوريا. وبقية شباب إن شاء الله، حفل شباب جامعة دمشق حيكون إن شاء الله بين 20/11 وبين 1/12، لأنه عنا من 1/12 حفلة بسويد، من عنا بنص 12 حفلة بألمانيا، عنا بنهاية 12 بدنا بدبي حفلة وببلجيكا حفلة عند مدير مكتبنا الأستاذ أحمد وردي، هو مدير مكتب المركز الثقافي البلجيكي العربي، هو مصري الجنسية وليس سوري. يعني هو قالني قالنا احنا بدنا نكون معكم، نحن العرب اليوم أول أنه ترجع البسمة لسوريا، بدنا نساعد بهذا الشيء. الحفل بدمشق إن شاء الله حيتم الإعلان عنه بطبعا إعلانات بالطرقات غير إعلانات على السوشيال ميديا، وحيتم طبعا دعوتكم وبنتشرف بدعوتكم للحفل اللي حيكون ضخم إن شاء الله، وتواجد فيه مواد إعلامية كتير كبيرة وصحافة إعلامية وقنوات إعلامية أوروبية. نعم، طيب آدم بختام حديثنا حابين يمكن نسمع منها كلمة لكل يلي عم بيتابعونا اليوم داخل سوريا وخارجها، شو تحب توجه رسالة؟ هلا بحب أوجه رسالة إنه الجرح كان كبير وبنتمنى نداوي، يعني إذا نضلنا نزعل هذا الشيء ما بينفعنا كسوريين، لأنه سوريا ما بيلبق لها إلا تضحك. وفاء لتضحيات الجيش العربي السوري لعثور الوطن، يعني ودماؤنا الطاهرة اللي عم يروا فيها أرض الوطن مشان ترجع البسمة، لازم نرجع البسمة بجهود الشرفاء وموجودين إن شاء الله، بوجه لهم تحية بكل أنحاء العالم. أكيد أكيد نتشكرك نحن كمان بدورنا آدم، شكر كبير لإلك وعلى كل الشباب يلي مثل ما حكيت متواجدين بمختلف أنحاء العالم، نتشكرك ونتمنى لكم أكيد التوفيق. تسلم لي وشكرا كثير لكم ولكل الإعلام السوري من تلفزيون لإذاعة، لأنه واقفين مع الحملة وقفة كثير قوية. شكرا لك آدم. ومشاهدينا مع رجعة البسمة رجعوا بتكون وصلت محطاتنا الصباحية لليوم لختامها، مشوارنا خلص لكن أكيد كل يوم بنلتقى الساعة 9 صباحا على توقيت عاصمة الياسمين. أكيد نذكركم لتتابعوا الحلقة فيكم شوفوها بالإعادة الساعة 1 بالليل أو على موقعنا على الفيسبوك أو على اليوتيوب صباحنا غيره. أكيد سلمى أنا بدي أتمنى لك بقية نهار ممتع، ولجميع مشاهدي الأخبارية السورية أكيد وين ما كانوا عم بيتابعونا بدنا نتمنى لهم بقية نهار ممتع ويمكن بداية الأسبوع تحمل لهم كل الخير والبركة. بيبقى نذكر كمان أنه شاشة الأخبارية السورية مكفية معكم بكامل تغطياتها لأحدث وآخر المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية. نهاركم سعيد، باي 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 باي.